قبل 45 سنة تقريبا، أقل أكثر، هذه الحوزة، هذه المدرسة، حدود البناء والحجرات أولا دور واحد كانت هاي الحوزة، ثم هناك كان حوض كبير، والنصف هذه المساحة مدرسة كانت، هذا النصف الثاني يعني من وسط هذه المساحة إلى المنبر، هاي هنا كانت حديقة، كانت فيها بعض الأشجار، أشجار الرمان، كانت مزروعة رمان هنا، هاي مكان اللي أنتوا الآن جالسين. أكثر من 40 سنة هذا البناء والصرح المبارك موجود، خطباء ترعرعوا وتربوا في هذا البناء وفي هذه المدرسة، علماء تخرجوا، خيرات، مجالس، وهذه واحدة من آثار هذا البناء المبارك. الإنسان إذا سكن دارا فليسأل الله أن يجعل داره مباركة، إذا اشتريت بيتا اسأل من الله عز وجل، قل إلهي أنا اشتريت هذا البيت بمال حلال، اللهم اجعل بيتي مباركا، اللهم اجعل هذه الدار مباركة. يعني مما تتميز بيوت الكويت عن سائر البيوت حتى في كل البلاد الإسلامية، الآن هاي الظاهرة نحن نراها، ما من أحد من المؤمنين حينما يعمر بيت، يشتري بيت، يؤسس بيت، يجعل جناح كامل أو الطابق الأسفل باسم الحسين. الآن قل ما ترى في بيوت المؤمنين هنا في الكويت بيت بدون حسينية، ما تشوفون، هاي كلها مباركة، هاي بركة.